الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف والسريع لحد ما موضوع شجرة القرار، لكن الجزء الأول منه شجرة القرار أو ما يسمى Decision Tree Part 1. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم، وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله في المقطع القادم. سأقدم الجزء الثاني. الآن لنفترض بأن معلومات معينة في مجال الاستثمار متاحة لمستثمر ما، وهي معلومات تساعده في اتخاذ القرار المناسب حول الاستثمار. سنتعلم باستخدام هذه المعلومات كيف نبني ما تسمى شجرة القرار Decision Tree، وكيف يتخذ المستثمر قراره المناسب باستخدام مبدأ القيمة المتوقعة أو ما يسمى Expected Value. وقد قدمت في هذه القناة أو على هذه القناة كيف نحسب القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي، وهو في هذه الحالة العائد أو الربح المتوقع بناء على الحالة السائدة. الحالة السائدة هنا نسميها بعلم الإحصاء حالة الطبيعة State of Nature، سأبينها إن شاء الله بعد قليل. بعض المصطلحات المهمة في بناء الشجرة، يعني علماء الآن باللوجيستكس بالاحتمالات بالاستثمار بيستخدموا مصطلحات معينة، واللينير بروجرامينج مصطلحات معينة لابد أن نتعلمها. أول مصطلح اللي هي ما يسمى بوصلة القرار Decision Node، بيستخدموا شكل المربع لها، لذلك وضعتها في مربع. هذا الآن حيثما تجد مربع بكون مقصود فيها وصلة القرار Decision Node، سأبينها بعد قليل. الآن هذه وصلة القرار يعني منها تنبثق المعلومات والقرارات. الآن الدائرة تسمى وصلة الاحتمال. وصلة الاحتمال لها عدة أسماء باللغة الإنجليزية والعربية طبعا. الاسم الأول هو وسط الاحتمال Chance Node، وسط الاحتمال Chance Node. الاسم الثاني أو المصطلح الثاني نسميها وصلة النتيجة Outcome Node، والأخيرة والثالثة والأخيرة هي وصلة الحدث اللي هي Event Node. إذن هذه المربع، هذا المربع وصلة القرار Decision Node، يستخدموا شكل المربع، وشكل الدائرة بيستخدموا وسط الاحتمال يعني اسمه، وهناك أسماء أخرى لهذه وصلة الاحتمال Chance Node، وصلة النتيجة Outcome Node، وصلة الحدث Event Node. نتابع على بركة الله. تتوافر البيانات الآتية للمستثمر. هذه الآن البيانات الآتية للمستثمر: أداة الاستثمار ذهب، دولار أو أسهم وسندات. هنا يعني اختصرت أنا ذهب بجي وأعطيتها اللون البرتقالي إلى حد ما. دولار إشارة الدولار يعني بالمضاربة على الدولار بالأسواق العملات العالمية، وإشارة الدولار بالأخضر، أسهم وسندات stock and bond. الآن هذه واحتمال الحدث، هون الاحتمال بالمية يعني 70% و30%. هون عندما تجد أي كلمة احتمال هنا أو state of nature نسميها احنا يعني احتمال الحدث أو state of nature، 70% هنا 30%. الذهب نمو متوقع 90، هبوط متوقع سالب 20. يعني هنا المستثمر عنده البيانات بناء على قراءته لتقارير، بناء على استشارات استشار يعني بعض الخبراء، أخبروا بأن هناك احتمال مقداره 70% بأن الذهب سيرتفع بمقدار 90 وحدة دينار دولار ما أعرف، واحتمال 30% أن يهبط بمقدار 20 وحدة. بالنسبة للدولار احتمال 70% أن يرتفع بمقدار 60 وحدة يعني 60 سنت 60% مهما كانت الأحوال، واحتمال 30% أن ينخفض بمقدار 11. يعني عندي سالب هنا انخفاض كبار. أسهم وسندات لاحظوا لي يعني اخترناها عن سابق إصرار وتعمد، احتمال أن يربح السهم أو السند 35 دينار 70% احتمال أن يربح 35 أو ينمو بمقدار 35، وهبوطه الآن بقي موجب الآن هبوطه 35 30%. فالآن يعني يعني نستخدم هذه الآن البيانات ولبناء ما يسمى بشجرة القرار. وأنا الآن هذه نسميها إحنا الربح المتوقع 90 60 35 سالب. تلاحظوا الربح يعني ممكن يكون سالب 20 سالب 11 35. هون نسميها احنا حالة الطبيعة State of Nature، وهو احتمال 70% و30% يجب ان يكون متممات لبعضهم البعض وتساوي واحد صحيح اللي هو 100%.
من هنا نبدأ. هاي الآن decision node، المربع الذي ذكرته بنثق منه الآن الأشكال. هذا الاستثمار بالذهب، وهذا الاستثمار بالدولارات، وهذا الاستثمار بالستوك اند بوند اللي هو بالأسهم والسندات. الآن الدائرة هاي التي وضعناها، من هنا الآن احتمالات. هناك احتمال أن ترتفع قيمة الذهب بهذا المقدار، لكن احتمالها 70%، وبالتالي هنا هذا احتمال انخفاض. هاي 70% انه، وهون 30% انخفاض، 70% ارتفاع، لاحظوا الارتفاع والانخفاض 30%، ارتفاع ربح خسارة هنا 90 هذه، وخسارة سالب 20. بالنسبة للدولارات كذلك الامر، هون في عندي شو اسمه وسطة الحدث ما يسميها، الشيء ذاته هنا من طبقه 30 بال60، طبعا هو 70 فأعلى، لاحظوا هو 70 للكل، 70 لكل النمو، 30 لكل الهبوط. فعندي هون 60 وسالب 11، لاحظوا لي 60 سالب 11، حطيت الآن وضعت اللون الأحمر للخسارة، اللون الأخضر للربح. فعندي هون خسارة، هون خسارة، يبقى الاحتمال ذاته. وعندي الإيفنت نود آخر واحدة، هذه احتمال ارتفاع واحتمال انخفاض، بقي 35، عندي 35، لكن الاحتمالات هنا 70 وهنا 30، هنا 70 وهنا 30. الآن هذه الشجرة، لاحظوا لي كيف تشعبت من decision node هنا، الاستثمار إما بالذهب أو بالدولارات أو بالأسهم والسندات. ماذا يترتب على الاستثمار بالذهب؟ ممكن أنه والله 70% أني أربح 90 و 30% أني أخسر 20. هنا بالنسبة للدولارات 70% أني أربح 60 و 30% أني أخسر 11. الأسهم والسندات بقيت كما هي 70% 35 و 30% 35، فبالتالي بيكون يبقى الحدث نفسه. الآن يطلق على عملية الوصول إلى النتيجة النهائية للشجرة ما يسمى حل شجرة القرار، solving the decision tree، أو بسميها كمان باللغة العربية الإنجليزية طي شجرة القرار، طيها، folding back the decision tree. الآن نبدأ بالحسابات البسيطة اللي هي الـ expected value. أول واحد بالنسبة للجولد، the expected value، القيمة المتوقعة، أثرت أن أبقيها باللغة الإنجليزية لأني وضعتها على شكل معادلات. فهنا القيمة المتوقعة للربح أو الخسارة من الجولد، من الذهب، يساوي 70%، لاحظوني، في 90 زائد 30% في سالب 20، فالنتيجة النهائية صافيها 57. هاي 57 نضعها هنا الآن 57. إذن هنا الإشارة موجبة، لاحظوني، ف يعني مهما كانت الأحوال إذا استثمر بالذهب فالقيمة المتوقعة للاستثمار إن يكون 57، لأنه 70% أن يرتفع إلى 90 و 30% أن ينخفض إلى سالب 20. فأخذنا القيمة المتوقعة حسب قانون الـ expected value أو القيمة المتوقعة، بتكون النتيجة النهائية 57. نأتي الآن على الاستثمار بالدولارات، expected value للدولار الآن 70% أن يربح 60 و 30% أن يخسر 11، بتكون النتيجة 38.7، وضعنا هون 38.7. أخيرا expected value للـ S&P اللي هو stock and bond، للأسهم والسندات 70% 35 زائد 30% 35، تبقى 35، إذن هنا نضع 35. أيهما الآن، أي قيمة هي أعلى قيمة، 57 أم 38.7 أو 35؟ هي 57 عادة ما نضعها هنا، وهي الآن القرار النهائي الذي يتخذه صاحب الاستثمار بأن يستثمر بالذهب، لأنه أعلى قيمة متوقعة للربح 57، هي أعلى من الاستثمار القيمة المتوقعة للاستثمار بالدولار، وأعلى من القيمة المتوقعة للاستثمار بالأسهم والسندات. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع أن أكون قد قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله المقطع القادم الجزء الثاني مما يسمى decision tree أو شجرة القرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.